التحية حارة لكل الأحرار. اليوم واحد عبور الكرام واحد مواضيع محددة صغيرة ولكن للأسف هي اللي كاينة في الساحة. بدون شك تعرفوا بأن الأحداث ديال أمستردام، وأنا كنت كنتجول في غرف وكنسمع بأن ناس ينددون بما قام به المغاربة. واش مغاربة ولا توانسة ولا مخلطين، ما عرف، احنا ما عرفناش. علما أنني الموقف ديالي أنا ماشي مع هذا ولا مع هذاك، أنا المواقف كنفضل أنها تكون إنسانية. وما معنى الإنسانية إلا كتعاير هذوك المغاربة اللي داروا هاد التصرفات الوحشية، والإسرائيليين داروا تصرفات إنسانية حضارية، أنهم دقيقة صمت على الناس اللي ماتوا في إسبانيا، كيصفروا خرجوا كيقطعوا الرايات ديال فلسطين، وتيقولوا الموت نشيد عندهم وطني ديالهم، الموت للعرب. يعني هاد الناس اللي كيتعاطفوا مع كيلوموا الناس اللي ردت فعل طبيعية، ها؟ أي إنسان كي ردت فعل مني كيتسب وكيتضرب وكيتعاير كتكون عنده رياكسيون خايبة، ما كتكون فيها لا إنسانية ولا لو، يعني الفعل هو الفاعل والمفعول به. ولكن ما تدعيوش انتوما بأن ما عرفش هاد المرض ديالكم وهاد الطواعية انتوما، وأوروبا طائعة، الإعلام ديالها كلها منحاز، وكاينين أصوات حرة اللي نددات وقالت بأن السبب هم الإسرائيليين، وكيجيو يبنوا جلدتهم تيقول لك لا انتم متوحشين المغاربة ولا يشرفونا. وسير تشرفها بوحدك اجدا، شكون يدخل لك انت لا يشرفوني ويشرفك الإسرائيلية. هذا غير بين قوسين الخوت، راه ما فيا ما ندخل في هاد الصداعات ديال الانتماءات الجغرافية واللاهوتية ولكن من جانب إنساني كنبقى إنسان، كنحاول على الأقل باش نبقى إنسان. كتعرفوا نهربوا من هذا الموضوع، كتعرفوا بأن في الديانات كلها كاينة جهنم، وكن نحاولوا نتصوروا حنا هاد الجنة فيها العافية فيها. إلا أنا أعطيك طريقة صغيرة سهلة بسيطة، جهنم إلا كنتي مغربي راه ديك هي جهنم، راه كوك داير جهنم الأخرى اللي كيخلعوا بها السويد والدنمارك. الدنمارك إلا حطيتيه في المغرب يتصاب ليه جهنم، ما عندوش الحق يهضر، ما عندوش الحق يشوف، ما عندوش الحق يقول، ما عندوش، ودي يا جهنم بحال كو داير قصه، تحرق جلودهم ونغيرها. كذلك شحال انا في المغرب ما عرف شحال من مره بدلت الجلد ديالي غير بديك الشمس الساطعه، دوز 3 شهور في البحر كتبدلها 6 المرات، ها لي جلده كتبقى عرفتي بحال اللي منشف كذا كتحيد التقاشره. على راه هذيك هي جهنم، راه باش ما نطولش معاكم. الناس اللي ما كيعرفوش جهنم، الا بغيتي توصف ليه جهنم، بغيتي تخلعو بجهنم، قول له سير للمغرب، سكن فيه شهرين ولا عام، وغادي تعرف الجوانب ديال جهنم. ممكن يدخلوا عندي الناس للروم، غنكتب ليه غير نكتب غير الإخوة اللي دخلوا بأنني سأعود للروم. هاد الرومات اللي كنتكلموا عليها ومن هادي ديالي أنا،
الروم اسمتها وطن للجميع، وطن للجميع. انا ما كنقولش بان ما كتوقعش فيها خروقات، لان هاد الرومات كلها فيها حرية التعبير والرأي المقدس والرأي الآخر، ولكن غير كتخالفهم هما كيحبسوك، كيديروا لك الريد. وفينا هنا هو الرأي والتعبير والرأي الآخر، رأيك غير مقبول. اللي عنده 500 ريال، 500 الأورو، كيحلرهم وكيدير قوانين، كيدير منظومة، كيدير دولة. دولة وزير الأول، وزير الدفاع، وزير الهجوم، وزير ما عرف، كل شيء كيهاجم، كل شيء طران. والسلطان هو مول الروم، السلطان هو مول الروم. أنا أعجب لهاد الناس اللي يدعون الديمقراطية، والناس اللي بغات التغيير وبغات النظام يولي واحد آخر، لا كل واحد، هما لا يؤمنون بالديمقراطية. راه ما يمكنلكش دير ديمقراطية، انت مبني كلك عوج. انت ديك التربية البدنية والجسدية والوطنية اللي تبنيتي عليها كل هذه العصا، فلن تؤمن. واخا تبغي انت تآمن بالديمقراطية ما تقدرش، لأنك كبرتي في سجن. اللي كبر في السجن لا يعرف إلا العقاب، خصني نعاقب، خصني ندير، أنا الكبران، أنا اللي غنسيطر. أنا ما كابرش في الحرية بأن هذا من حقه يدير والآخر، حيت في السجن ما عندكش حق تدير وتدير وتدير، كاين السجان ولما سجون. إلا كتعتبروا راسكم مساجين ومجانين، نحن لا. أنا كمان قلت لكم كتوقع عندنا تجاوزات أحيانا في الروم، نستدركها ونطلب المسامحة من الإنسان الذي اعتدي عليه. كنت حاضر، ما كنتش حاضر، أنا ارتكبت هذا الخطأ، ماشي الناس أخرين، أنا. ولكن لا غد ليه كنعتذر من داك الانسان، وكنقول له اسمح لي على البارح، باك كنت مقلق. هذا راه ماشي عذره، كنت مقلق، كنت مزعطق، ما شغليش فيك. انا كان حريه التعبير، كنعبر على الراي ديالي، قبل عليا ولا قال تقبل، ما تنفينيش. اضطهاد على اين. كنتمنى ان الرساله تكون وصلت لاصحاب الرومات الفارغه. لا راه ما كاين لا فكر لا والو. كاينين الناس اللي كيهضروا عندهم ان باجاج، وكاينين دوك راه كاين شي اصوات. يا اخوتي جاء المطر، شتي؟ ماشي الفكره والصوت، الصوت كيجرحك، الصوت ديال بنادم كيهضر كيضرك في راسك، غير الصوت ديالو عاد اش كيدير؟ كيكعلز عليك، كيكعلز. ناس كتجيب شي افكار مع تمنين، خوافه خواشه، وتيقول راه خصك تكون خواش بحالو، سينو انت ماشي مغربي. ناس ينعتون الناس ديال هولندا بانه ماشي مغاربه، هما كيشرفوناش وما يا ودي، حنا ما لحقناش للشرف. يعني شوف الظاهره بان واحد الانسان دار تصرف خاطئ، الاخر مخطئ كذلك، لان ما احترمتوش البلد اللي نتوما فيه. ولكن الشر بالشر والبادي اظلم، كاينه في الديانات. انت جبدتيه هو رد عليك، اذا بجوجكم خاسرين. ماشي نعطيك انت الحق لان الاخر رد عليك، لا، هادي راه اكثر من الصهيونيه والصابونيه. هادشي راه كيبان لي انا، ناس باعوا مواقفهم في سبيل الله هكاك، والله ما كيعرفوش كيقولوا. على اين، تحياتي للخوت، كيتسناوني ناس اخرين في جهه اخرى، اعتذر على المغادره، شكرا على المتابعه، تانكي شون، بيتي شون، اوفي دازين.